الحديث بيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراء تعالى فاقتله. الشاهد ان احنا في صراع بيننا وبين اليهود، الصراع ده هيتجدد وهيحدث كده كده. المسألة الثانية ان وجود اليهود واحتلالهم لفلسطين كجزء من الوطن مسألة فيها بعد ديني وعقائدي وواجب شرع على المسلمين بفتاوى الأزهر، بفتاوى علماء المسلمين كلهم، بوجود تحرير هذه الأرض من المغتصب وتحرير المسجد الأقصى. دي مسألة. المسألة الثالثة ان ما زال حتى الآن إسرائيل تعتبر دولة احتلال ودولة مغتصبة، وواجب علينا ان احنا نحرر هذا الجزء، واجب علينا ليس كمصريين فقط ولكن كعرب وكمسلمين نحرر هذا الجزء. دي مسألة. وقت هذا الواجب دي مسألة ليس وقتها الآن. وأسلوب هذا الواجب. وقت هذا الواجب. لا وطريقة هذا المعنى. ما لسه كمل. عشان نوصل لهذا الهدف، هل يتوجب أن تكون حربا وقتالا ولا ما هي تكون حربا وقتالا في يوم من الأيام، لكن الواجب الآن إيه؟ لا يعني يعني هي هتكون في يوم من الأيام. لا يعني قد يعني أنت خدت حرب وخدت معركة سلام وممكن يبقى في وسائل. لا مش معركة سلام، إحنا فرض علينا السلام بأجندة كيسنجر والسادات واتفاقية كامب ديفيد، فرض علينا لميول للسلاح الأمريكية، احنا فرض علينا طيب. بعد ما كنا منتصرين في 73 جعلنا نقبل باتفاقية إذعان وجعل سينا منطقة منزوعة السلاح. انت موقفك دلوقتي يا أستاذ وجعل... نعم موقفك دلوقتي يا حضرتك موقف الله تبارك وتعالى يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تمام. إسرائيل دولة عسكرية كويس. تعرف حضرتك ان كل فرد من الشعب الاحتلال الإسرائيلي كله مسلح، ما فيش مدني هناك، مش واحد بس مستنى ان في جيش وفي ناس. لا يعني المستوطنين دول كلهم. هل بهذا المنطق شعب علينا ان نقوم بتجنيد كل الشباب، ان نبدا في الاستعداد، ان ده يعني شعب مسلح، ده شعب مسلح. انا بسالك بقى في شعب عنده ودوله عندها مفاعل نووي لم تنضم لمعارضه حظر انشاء سلاح نووي. دوله تعد نفسها لمخططات استراتيجيه في المنطقه تحافظ على وجودها بقوه السلاح. احنا بقى نعمل ايه؟ احنا نعد لهذا الموقف لسوف ياتي، بمعنى هيفرض علينا الحدث في يوم من الايام. هذا الاستعداد. اولا عندنا عده مسائل. الله بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوم رباط الخيل تربون بها عدو الله عدوكم. الأصل الإعداد بيشمل إعداد كبير جدا. إحنا في مرحلة تكوين، تكوين سياسي، تكوين صناعي، تكوين اقتصادي، مرحلة بداية، بداية تأسيس أمة. هذه الأمة اللي إحنا بنأسسها الآن في مصر لا تغفل على إن في عدو متربص بها، فلابد هناك في توعية. يعني أنا بعتبر كل الحركة التي حدثت من الشباب والمظاهرات هي حركة توعية، ليست حالة حرب حقيقية. لابد من إيقاظ الشعب وإيقاظ الشباب إن في عدو، هذا العدو كويس. تم محوه من ذاكرة كثير من المصريين. يعني أجيش هذا الشعور و محدش قال إن في حرب دلوقتي. لا محدش قال بس لحظة واحدة بس، لكن في إعداد للحرب. في توعية، في توعية، في إعداد عسكري، في إعداد تقني وصناعي وتجاري وكل حاجة، اللي بيقوم في بناء استراتيجي للبلد. اللي بيقوم بحرب بيعلن هذا كده؟ لا لا يعلن، محدش قال إن بيعلن، محدش قال بيعلن. بس لابد أن يعرف الشباب، في جيل من الشباب كتير جدا 30 سنة حسني مبارك جرف البنية التحتية للقيم والأهداف الوطنية، فلابد من إعادة بناء، لابد من إعادة الزرع فيها. تمام تفضل يا استاذ عبد الرحيم. انا بس اعتراضي الوحيد، نحن ولدنا في مصر، وانا مختلف تماما مع الاستاذ ممدوح، حوالين 30 و40 و50، من 48 لحد النهارده الطفل يولد في مصر ويولد في المنطقة العربية وفي قلبه عداء، لكن ليس لليهود ولكن عداء للصهيوني والإسرائيلي الذي قتل آباءنا وإخوتنا واحتل أرضنا واحتل منه. هناك من اليهود من يقومون بتظاهرات ضخمة في أمريكا وفي أوروبا دفاعا عن الحق العربي والحق المصري والحق الفلسطيني، ووضع المسألة بشكل عنصري ديني يكسب يكسبهم مباشرة مش إحنا. وضع المسألة نخسر احنا تعاطف العالم المتحضر، نخسر ان احنا بنبني دولة ديمقراطية مدنية مصرية صحيحة. مش انا اللي بقول كده، هذه الدولة نتنياهو وباراك واوباما شاركوا في احتفالات الدولة اليهودية. معلش ما احنا اعلاناتهم كلها، ضد اي دولة يهودية، سنقف بالدولة اليهودية بقوة. كل العالم بدولة يهودية، كل العالم هو ده منطقه مش منطقه. كل العالم سنقف ضد الدولة العنصرية وضد الدولة اليهودية وسنقف ضد لا كل العالم، كل الشعارات اللي حكوا بيها علينا احنا مش شعارات، كل العالم النهارده لما كانت في انتفاضه الحجاره كنا نرى تظاهرات بال 500,000 وبالمليون داخل الولايات المتحده الامريكيه وداخل الغرب. لا يمكن ولا نسمح بان احنا نخسر هذا التعاطف من شعوب العالم المتحضر ضد الغطرسه الصهيونيه والغطرسه الاسرائيليه. ما عايز اسمع راي الدكتور كمان. انا بس ده اعتراض محدد وبعدين هخش في وجهه نظري اللي قال هو وجهه نظره فيها خاص بمساله الحرب والسلام. الشعوب يا استاذ جمال لها
خياراتها والحكومات لها دوراتها، والحكومات الآن بدأنا تختارها الشعوب. عندما يختار الشعب المصري، ما المانع ان نتبنى المنطق اللي بيطرحه الاستاذ ممدوح اسماعيل؟ لانه في حكومه منتخبه هتيجي هي اللي تتبنى الموقف، مش هنتبنى موقف لا الاستاذ ممدوح ولا موقف عبد الرحيم. هي حكومه منتخبه لانها تعبر عن يعني تطلعات الناس. ومين قال ان تطلعات الناس هي تطلعات الاستاذ ممدوح؟ طب ومين قال انها تطلعات انا؟ ومين اللي قال انها تطلعات الاستاذ كمال؟ تطلعات الناس هتبان في صندوق الانتخابات. عندما تأتي صندوق الانتخابات، هذه الحكومة المنتخبة وهذا المجلس المنتخب سيقابل ضرورات سياسية، وفقا لهذه الضرورات من الممكن أن يكون مجلسا إسلاميا بالمناسبة، مجلس إسلامي بالمناسبة. تأخير الانتخابات والدستور أولا يعني ومنع الاستمرار من الوصول للبرلمان هو كل اللي أنا قلته. لا أنا هرجع الناس من وصول صندوق لنقطتين تاريخيتين. هو ده عشان ترجعوا لنقطتين تاريخيتين، وأنا لازم أطلع فاصل ولازم أسمع رأي الدكتور كمال، لأن احنا دلوقتي احنا شايفين قدام وجهتين نظر. الحقيقة أعتقد أن الدكتور كمال يمكن يكون يعني قادر على الوصول بنا إلى نقطة وسطى. هخرج إلى فاصل، ثم بعد الفاصل نواصل هذا الحوار. أعتقد أنه حوار يعني عاقل، حوار بنسمع فيه بعض الفاصل إن شاء الله.